أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تتحدث مع أي طرف على أساس صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وفي تصريحاته قال لافروف إن سلطات كييف ليست مستعدة للحوار، موضحا أن صيغة سلام زيلينسكي بشأن انسحاب القوات الروسية في دونباس والقرم وزابوريجيا ودفع تعويضات من جانب روسيا هي مجرد أوهام بحسب تعبيره. В соответствии с заявлением пяти держав. كما جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفض بلادها خطة السلام الأوكرانية ووصفت اقتراح عقد القمة في فبراير المقبل برعاية الأمم المتحدة بأنه أجوف. رفضت زاخاروفا الفكرة ووصفتها بأنها حيلة دعائية من واشنطن تحاول من خلالها مؤخرا تصوير نظام كييف على أنه صانع سلام. الحديث عن عقد ما يسمى بقمة السلام في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة ليس سوى حيلة أخرى من حيل العلاقات العامة من جانب واشنطن التي تحاول مؤخراً تقديم النظام في كييف في صورة صانع السلام. إلى ذلك سقط صاروخ أوكراني من منظومة S-300 التابعة لكييف داخل الأراضي البيلاروسية. هذا وسمع داوي انفجارات مكثفة في جميع مدن أوكرانيا الكبرى. وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أليكسي أريستوفيتش إن الدفاعات الجوية في كييف تصدت لكل الصواريخ الروسية خلال الساعات الماضية، موضحا أن أكثر من 100 صاروخ انطلقت في عدة موجات، وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار بسبب الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.